في عصبيه طول المباراه من لعيبه بيراميدز احمد توفيق وغير مبرره وجهه نظري ان هي كانت عصبيه غير مبرره، لكن في النهايه هو ماتش وانتهى. وعايز اضحك حضراتكم بقى معايا لما ناس وشخصيات تاريخها بالكامل تاريخها كله تاريخ اسود من التجاوزات، من التجاوزات، وهذه التجاوزات ليست تجاوزات عاديه ولكنها تجاوزات لا اخلاقيه، وهذه التجاوزات حافله بالاعتداءات على لعيبه الانديه المنافسه حتى بينهم وبين بعض. طالعين يكلمونا في الاخلاق والقيم والفضيله، محدش يتكلم عن الاخلاق اللي عايز يتكلم يتكلم، مش قصدي، ولكن الناس اللي بتغلط من غير مزايده على الاهلي، محدش في الناس دي يقدر يزايد على النادي الاهلي. هو حضراتكم كنتوا فين في هذه اللقطات؟ بتستخبوا وبتداروا؟ هو علي ده بيلعب فين؟ علي تونسي الاصل مصري الهويه، ولكن يعني علي تونسي، كنا نقدر نقول كذا وكذا، لكن احنا مش بتوع الكلام ده. حسين الشحات بالمناسبه رجل او لاعب تاريخه محترم ما بيغلطش، ولما غلط كل جمهور النادي الاهلي زعل منه وعاقبه، قبلهم مجلس اداره محترم واداره كره محترمه. فبقول للناس اللي بتعمل كده، انتوا عملتوا كل الاخطاء اللي في الدنيا على مدار السنين اللي فاتت وما شفناش مره حد طلع بموقف اخلاقي وقال لك لا هنوقف اسلام او هنعمل في اسلام او بنعاقب لاعب على الرغم من ان هو مخطئ امام الجميع. مره تانية، مفيش حد في منظومه النادي الاهلي بيدافع عن حسين الشحات، ولكن احنا بندافع عن كرة القدم، عن اخلاق ومبادئ وقيم كرة القدم، بندافع عن ادي حسين الشحات 100 ماتش، انا بقول لك اهو ادي حسين الشحات 100 ماتش، ولكن ادي بقية اللاعبين 100 ماتش برضه، لو كنت عاقبت بقية اللاعبين بعقوبة كبيرة جدا ما كانش حد هيقدر يتكلم في عقوبة حسين الشحات. عارفين ليه؟ لأن هي دي مبادئ النادي الأهلي اللي دايما بتكلم فيها مع حضراتكم، النادي الأهلي بيتبع اللوائح والقوانين الخاصة بكل هذه الأمور. اغلط تتعاقب. مش هستنى أنا لما اتحاد الكرة ولا الرابطة تعاقبني، تعاقب. لا، أنا عندي مبادئ، عندي أخلاق، فهعاقبك. لكن طالما أنت لعيب عندي أنا، هعاقبك، لكن في نفس الوقت هحميك لو حد بيفتري عليك. هقول لحضراتكم حاجة، الفيديو طبعا مش هقدر أعمله، مش هقدر أذيعه، لأنه في فيديو لأحد أعضاء إداري من الإداريين اللي موجودين في نادي بيراميدز على ما أتذكر أو أعتقد، بيحتفل باحتفال، الفيديو منتشر وموجود وفي كل حتة، بيحتفل بطريقة مسيئة، ممكن الناس تشوفه. هو الفيديو ده إيه؟ فين؟ ليه؟ عشان إيه؟ طبعا أنا عارف النادي الأهلي كبير، زي ما دايما كنت بقول ان احنا كنا زمان لما كنت بلعب وبلعب ضد النادي الاهلي كنت بزود الجل اسمها، كنت يعني انا دايما اقول لهم كده، الزمايل اللي لما اجي احكي لهم القصص الايام الاهلي وزمان ما كنا بنلعب كنت اقول لهم دايما لما كنت بلعب ضد الاهلي فكنت بظبط شعري واحط، ما كانش في شعر يعني، فكنت بظبط شعري واعمل جل وبتاع لان هلعب النادي الاهلي. فانا عارف، ولكن شفتوا طريقه الاحتفال بتاعت الاداري او الشخص او اللاعب او المسؤول اللي كان بيعمل كده؟ إذا كان مكسب الأهلي بطولة وأنا أعلم تماما أنه بطولة لبعض الأندية فما عنديش مشكلة، ولكن عندما تحتفل يجب أن تحتفل بشكل جيد. احتفل، محدش هيقول لك حاجة بالمناسبة، ولا اعمل اللي أنت عايزه، ولكن باحترام. أنا النادي الأهلي بيعمل كده. هو ليه الناس عايزة تولع النار؟ تخيلوا حضراتكم وصلت لفبركة بيان، الهدف من فبركة هذا البيان إثارة الفتنة، ويقول ده بيان الاتحاد المغربي. طبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحة، دي محاولة فتنة يعني مش جديدة على مين انتوا عارفين، لان شفناها قبل كده، فطبعا مش محتاج اعرف امشي ورا الموضوع عشان اعرف مين،
ما انا شفتها في الترجي وتونس، فلازم هعرف من غير ما يعني. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فانا عارف من غير ما ابص ولا امشي ورا الموضوع. وبنشوفها من الناس دي. انا عندي موسم صفري، مش انا، بعض من لا يشجع النادي الاهلي عندهم موسم صفري، فهعمل ايه؟ اضرب اضرب هنا، خلي الناس تبص العصفوره، خلي الناس تروح للي بيحصل هناك اهو. انا مدافع، انا البطل، انا الترند، انا اللي مش عارف ايه. غطي على الاخفاقات اللي بتحصل واللي هتحصل، داري على فشلنا انا وفريقي اللي الناس اللي شغالين. انا جمعت قبل الهوا بالمناسبه مع فريق الاعداد كميه مواقف حصلت من لاعبين في مباريات في انديه كتير، مش الزمالك ولا الاسماعيلي بس، في انديه كتير. وطبعا الابطال الخروج على النص معروفين في كل نادي، ولكن ولا شفنا عمرنا لاعب طلع اعتذر، ولا شفنا نادي قرر توقيع عقوبه على حد، ولا اي حاجه من هذا الكلام. اساءات بتحصل للاعبين ولجماهير وحاجات كتيره جدا، ولكن كله بيعدي. وفي بعض الاوقات احتفالات خارجه عن النص. ما شفتش حد من الاعلام الموضوعي الجميل اللي بيطلع يتكلم عن الاخلاق والقيم والمبادئ طلع وقتها وقال ان باهر المحمدي، انا بقول باهر لانه باهر عارف ان هو غلط بالمناسبه، طيب باهر المحمدي غلط، يجب على اتحاد كره القدم ان يوقع عليه عقوبه. وكلنا عارفين وفاكرين ايه اللي حصل، وكم مره حصل، وكم مره حصل خروج عن النص. مش عايز اعرض صور وفيديوهات، بس اللي عايز، اي حد من حضراتكم عايز يدخل على جوجل ويعمل سيرش هيلاقي كل هذه الفيديوهات بابطالها المعروفين. انا اسف يعني، واطلعها. في حد عمل كده؟ في حد عمل كده؟ وعادي، حد لم يتم عقابه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة من أندية كتير. فكل اللي أنا بقوله لحضراتكم والله بجد، كل اللي بيحصل ده الغرض منه عدم احتفال جمهور النادي الأهلي.